بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر يستمر معكم إلى غاية الخامسة بحول الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الأفاضل، حديثنا إليكم ونقاشنا في هذه الأمسية سيكون حول زيجات تحت المجهر، نقصد بذلك الزواج المختلط، ونقصد كذلك بالزواج المختلط ذلك الزواج الذي طرفاه من ثقافتين مختلفتين، من ديانتين مختلفتين، من بيئتين مختلفتين. سنتحدث عن هذه الظاهرة، عن أبعادها وحجمها، سنتحدث عن أسبابها، تداعياتها، كذلك على أطرافها سواء كان الزوج أو الزوجة، وكذلك نتاج هذه العلاقة ألا وهم الأولاد. نتحدث كذلك على تداعيات ذلك على مجتمع قد تكثر فيه هذه الأنواع من الزيجات. في خلاصة حديثنا ونقاشنا مع الأساتذة الكرام سنخلص إلى جملة من المفاتيح نضرأ بها سيئات ومساوئ هذه الظاهرة. طبعا مشاهدينا الأفاضل نسعد بأن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش وبعضا من تجاربكم وما عشتموه وما سمعتم عنه كذلك، سواء من الجيران، من الأقارب، من الأصدقاء، من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. أتشرف أيما شرف أن نناقش موضوع اليوم مع أستاذنا إمامنا أستاذ محمد بالعالية. مرحبا أستاذ. تحية لك أستاذ لمين، تحية للأستاذ الفاضلة، وتحية لكل مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحضر معنا كذلك الأستاذة مريم بسي، استشارية أسرية. مرحبا أستاذة مريم. أهلا وسهلا بك أستاذ، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام، وأيضا لأستاذنا الشيخ. إن شاء الله يا رب في هذا السويع نفيد المشاهد الكريم. إن شاء الله تكون جلسة عامرة إن شاء الله بالفائدة لنا وللمشاهدين الأفاضل. طبعا كبداية أستاذنا أستاذ محمد، زواج رباط مقدس وتترتب عليه كذلك الكثير من الآثار. النقطة المحورية والمفصلية في ذلك يبدأ من فكرة الزواج، ثم بعدها الاختيار الذي ربما فيه مواصفات وفيه مقاييس تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من بيئة إلى أخرى، تختلف من زمن إلى زمن آخر، ولكن ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة ضبطت هذه الأمور ووضعت تقريبا المحاور الكبرى لمسألة الاختيار. طبعا من الفقهاء من اشترط الأهلية أو الكفاءة، وطبعا لغرض معين، هل يدخل في مسألة الأهلية ومسألة الكفاءة أن تكون الثقافة متقاربة بين الطرفين، أن تكون البيئة متقاربة بين الطرفين، أم أن الكفاءة أمر آخر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزواج في الحقيقة عبادة، ويدخل تحت قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والزواج هو استجابة للفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، لأن الله عز وجل ركب في هذا المخلوق بمخلوقات كلها ومن بينها الإنسان، ركب في هذا الإنسان شهوات. هذه الشهوات هي في الحقيقة الدافع إلى عمارة هذه الأرض. تخيل معي أنه لا توجد شهوة الطعام، من الذي يعمر هذه الأرض؟ من الذي يغرس؟ ومن الذي يزرع؟ ولماذا يزرع الناس؟ ولماذا يغرس الناس إذا كانوا لا يأكلون؟ فهذه الشهوة، شهوة الطعام، تدفع الناس إلى العمل وإلى الإنتاج. شهوة أيضا الكلام تدفع الناس إلى إدخال السرور على بعضهم البعض، إلى تفادي الكلمات الجارحة. الناس كلهم يريدون أن يتكلموا. وشهوة الزواج تدفع أيضا الناس إلى التكاثر وإلى المحافظة على هذا العنصر البشري الذي كرمه الله سبحانه عز وجل. لكن شتان بين من يستجيب لهذه الشهوات ولهذه الفطرة وفق المنهج الرباني الذي رسمه الله عز وجل للإنسان، حينما يبحث الإنسان عن طعامه لابد أن يتحرى الحلال،
الناس كلهم يذهبون للعمل ليأتوا باللقمة، لكن فرق بين من يأتي لقمة بلقمة حرام فيضعها في فمه أو في فم أولاده أو حتى وإن تخلى عنها فإن الله لا يقبل إلا طيبا، وبين ذلك الإنسان الذي يتحرى الحلال ويأتي باللقمة الحلال، اللقمة يضعها في فمه صدقة، في فم زوجته صدقة، في فم أولاده صدقة، يعطيها للناس تعد له قربة وصدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وعز وجل. الأول كان في معصية، الثاني كان في طاعة. صح. لما نأتي إلى الكلام، شهوة الكلام، كل الناس تتكلم لكن شتان بين من يقول كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة، وبين من يتكلم كلمة قد يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إما كلمة تكون في ميزان الحسنات أو تكون في ميزان السيئات. إذا جئنا إلى الزواج أيضا نجد أن الناس أصناف، هناك من يستجيب للفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها بداية من أول مخلوق الذي هو آدم عليه السلام: أسكن أنت وزوجك الجنة. الله عز وجل جعل حواء زوجة لآدم، ثم بعد ذلك بدأت البشرية في هذا التزاوج بالطريقة التي رسمها الله سبحانه عز وجل. فهذا الإنسان في طاعة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يقضي شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. إذن هذا الذي يستجيب لنداء الفطرة ويقدم على هذا الزواج وفق المنهاج الذي رسمه الله هو في عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا رأينا الإسلام كيف يجعل هذا الزواج من تلك القيم التي لابد أن يحافظ عليها المنتسبون لهذا الإسلام، بل كل الناس حتى في المنتسبون إلى الديانات الأخرى. هذه الأسرة عندهم شيء مقدس، الأسرة ميثاق غليظ، الزواج ميثاق غليظ كما سماه ربي عز وجل، سماه عقدة النكاح، بمعنى ذلك الميثاق. سبحان الله، في حياة الإنسان قد يجري كثير من العقود، هناك عقد بيع، هناك عقد شراء، عقد هبة، عقد كراء، كثير من العقود، لكن أقدس عقد يجريه الإنسان في حياته هو عقد الزواج، وربي عز وجل نبهنا إلى ذلك ووضح لنا أن هذا ميثاق غليظ. هذا الميثاق الغليظ لابد أن يكون، هذا العقد لابد أن تكون فيه شروط وأركان حددها الإسلام بوضوح. لماذا؟ حتى يحافظ الطرفان على ديمومة هذه الأسرة، وهذا شيء أساسي يسعى إليه الإسلام. يعني إحنا في ديننا، إسلامنا يشترط الديمومة في هذه العلاقة، غير تولي علاقة مصلحية. يعني هذا الإنسان، هذا المخلوق، هذا الرجل راح يتزوج بهذه المرأة لمصلحة، الإسلام هنا يقول له قف. هذه المرأة تتزوج بهذا الرجل لمصلحة، يقول له قف. ولذلك الزواج في الإسلام هو عقد تأبيد، جعل له ربي عز وجل هذه الشروط والأركان باش يحافظ على هذا التأبيد في الزواج. الشيء الأول تماما هو ذلك الرضا، التراضي بين الطرفين. لا يجوز في ديننا أن يفرض على رجل أن يتزوج بامرأة لا يريدها، كما أنه لا يجوز العكس. ولذلك لما جاءت هذه المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى رسول الله وقالت له: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خصيصته. رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، بمعنى قالها: الأمر بيدك، إذا رضيت بهذا الزواج باش يمشي ماشي، إذا لم ترضي لا يمشي هذا الزواج. فقالت له: إني رضيت بما صنع أبي، ولكني أحببت أن أعلم الرجال أنه ليس لهم من الأمر شيء. يعني لا يجوز لهم أن يفرضوا على بناتهم من الزواج برجال هذه المرأة لا تريد ذلك الرجل. ثم اشترط أيضا بعد ذلك الولي، والولي هنا ليس كما يريد بعض الناس مثلا تبيينه، يقولون: أنتم في الإسلام المرأة اليوم أصبحت لها هذه المكانة وهذه القيمة، والمرأة اليوم فاقت ربما حتى الرجل في بعض الأشياء، وأنتم ما زلتم تشترطون الولي في هذا العقد في الزواج. هذا في الحقيقة، هذا الكلام في شيء من المغالطة، لأن المرأة رضيت وقبلت. الإسلام فقط وش قال؟ قال: هذاك الولي هو الذي يتولى
نيابة عنها إجراء ذلك العقد كأنه تكريم لهذه المرأة. وإحنا معروف عنا يعني لما تروح تدير الفتحة مثلا بالعمية يجي الناس ويحضروا الشهود وغير ذلك، المرأة في عوض اللي يجي بهذاك المجلس وربما حشمانة وتعبانة وكذا يقول لها الإسلام لا أنت تريحي في داركم، والولي نتاعك باباك هو الذي ينوب عنك وهو الذي يقف أمام الرجل بما أنه رجل له قيمته له مكانته، فجعل الإسلام هذا الولي أيضا صونا لهذه المرأة. نفس الشيء بالنسبة للشاهدي عدل، لما جعلهم الإسلام أيضا من الأركان أو من الشروط على رأي الفقهاء أيضا كان هذا حماية لهذا الزواج وحماية لأعراض الناس، وكل هذه من أجل المحافظة أيضا على ديمومة هذا الزواج. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح بمعنى لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل بمعنى لما نشوفوا واحدة من أخواتنا تزوجت وواحد من خواتنا تزوج، لما نشوفوه مع بعض نقولوا هذين زوجين، هذان زوجان، بمعنى راهم مع بعض لأنهم تزوجوا. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة أستاذ كان معتكف خرج لعند الباب كانت معه واحدة من زوجاته رضوان الله عليهن، وجاءوا اثنين من الصحابة فايتين سلما على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم السلام بعد قال لهم هذه زوجتي، قالوا يا رسول الله يعني مستحيل نحن نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. كل هذه لماذا؟ حتى يحافظ هذا الزواج على ديمومته. اشترط بعد ذلك أيضا ما يسمى بخلو الموانع الشرعية، وإحنا هذه أيضا في ديننا تدخل في باب كما قلت أنت هذيك الأهلية والتكافؤ. في الإسلام الرجل عنده شروط باش يدير عقد على هذيك المرأة، والمرأة أيضا لها شروط باش تدير عقد مع هذاك الرجل. نرى أن الإسلام مثلا يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم، لكن يجيز للمسلم أن يتزوج مثلا بالكتابية، لا يجوز له الزواج بالمشركة لكن يجوز له الزواج بالكتابية. لكن المرأة المسلمة ربما نحن نطرق لها بعد هذا لا يبيح لها الزواج بغير المسلم، ورح نشوف لماذا الإسلام يجيز هذا ولا يجيز هذا، أيضا من أجل الحفاظ على تماسك هذه العلاقة وعلى ديمومة هذه العلاقة. إذا جئنا إلى ما يسمى الآن أستاذ بي هذا الزواج المختلط، نجده أنه إذا توفرت في هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء ومن بينها أيضا المهر والصداق وكل هذه الأشياء، وكان هناك شيء من التقارب وشيء ربما من عدم تجاوز الحدود الشرعية في هذا، الإسلام لا يحرم أن يتزوج مثلا واحد جزائري بأخت مصرية، ولا أيضا لا يحرم مثلا أن يتزوج واحد أمريكي مثلا مسلم بامرأة مسلمة جزائرية، ولكن يراعي دائما هذه الأشياء التي من أجلها أن تحافظ على ديمومة الأسرة. هنا نأتي إلى رأي مثلا الحنفية لما يقولوا التكافؤ، اشترطوا أن يكون هذا الزوج مع هذه الزوجة قريب من نفس المرتبة، سواء في قضية هذيك القيمة في المجتمع أو قضية الجانب المادي أو قضية الجانب الثقافي مثلا أو قضية حتى تقارب السن، لأن هذا كفء لهاته وهذه كفء أيضا لهذا الزوج، كل ذلك حماية للأسرة وحماية لهذا العقد من أن يندثر أو أن يذهب، بل لابد أن يدوم حتى تكون صح أسرة مستقرة ممتدة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا رب ربي يبلغ المقاصد. آمين يا رب. إن شاء الله بارك الله فيك أستاذنا على هذه المقدمة. طبعا نتحدث عن نوع من الزيجات وقد يصعب علينا حصرها إن صح التعبير زمنيا وجغرافيا كذلك. السؤال الذي يطرح نفسه متى أو كيف لنا أن نشخص هذه الظاهرة من حيث الزمن ومن حيث الجغرافيا بالنسبة لنا كجزائريين؟ هل بدأت فقط مع
ثورة التكنولوجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وذلك ربما الاتصال الذي صار افتراضيا ثم يصير واقعيا، أم أنه فيه جذور أخرى وبوادر كانت قبل هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلت وسلم على أشرف المرسلين. بداية شكرا لكم من جديد على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر الشيخ الذي أعطى لنا ذلك التأصيل الشرعي حول مفهوم الزواج ودوافعه. أيضا حقيقة موضوع الزواج المختلط من المواضيع التي سكت عنها الإعلام، سكت عنها المجتمع، سكتت عنها الكثير من الجهات التي كان يجب عليها أن تتحدث عن هذا الموضوع. دعني أقول أنه لو حكينا على هذا الزواج المختلط المكتشف ده، الجغرافية تاعه، المكان تاعه، أول حاجة نقدر نقوله هي التنشئة التربوية، الوعاء التربوي لهذا الطفل، لأنه الطفل ينشأ في السنوات الخمس الأولى، فتكون عنده تلك الشخصية اللي راح يكتسبها من والديه اللي هما بطبيعة الحال قدوة. وقد تحدث شيخي الكريم عن ضرورة الاختيار الصحيح والسليم لشريك الحياة، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الشباب بالاختيار الصحيح، قال اظفر بذات الدين تربت يداك، وكأنه يقول اظفر كأنه تلك كأنك ستنجح، يعني ستفوز بتلك المرأة الصالحة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فهنا ضرورة الاختيار الصحيح والسليم لشريك الحياة هو الذي سيعبد لنا بإذن الله تعالى الطريق من أجل التنشئة الصحيحة لهذا الجيل، الجيل الذي يرعى في بيت خالي من القيم والمبادئ وخالي أيضا من التعاليم التربوية الإسلامية، يعني ماذا ستتوقع منه في المستقبل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا الأفلام والمسلسلات، نلاحظ في زمن ما ليس ببعيد لما كنا صغار، يعني كان تجمعنا شاشة واحدة، لكن لا نجد تلك الكوارث اللي رانا نلقاوها اليوم في المجتمع، لا نجد تلك التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا حتى اليوم لما نتحدث عن الزواج المختلط، ما ولاش فقط أنه الشابة تتزوج بأجنبي سواء في بلدها أو أنه هذاك الرجل يروح ويجيب فتاة، بالعكس الأمر راه تفاقم، ولات الفتاة يعني تلم الحقيبة تاعها وتروح إلى ذلك الرجل الأجنبي عنها في بلد آخر من غير ملتها ودينها ومن غير ثقافتها وعادتها، وترتبط به عادي. وهذا كله لأنه الأفلام والمسلسلات روجت لزواج الأجانب وعطت له تلك السمعة على أنه زواج مليح وزواج الرفاهية وزواج ستجدين فيه يعني سعادتك الأبدية وما إلى غير ذلك. نروح أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخليني أحصر بالضبط قضية الترويج لزواج الأجانب عن طريق المؤثرين اللي راهم موجودين على منصات التواصل الاجتماعي. رانا نشوفوا اليوم الواقع غير، والأستاذ يعني الشيخ تحدث عن الشرع غير للأسف، وإحنا هذا هو اللي رانا حابين يعني نسلطوا عليه الضوء اليوم، أنه في مواقع التواصل الاجتماعي يوريو زواج الأجانب على أنه زواج مليح، راح يفكك من هذا الأزمة اللي راكي فيها، راح يفكك من هذه من هذا السجن، وهناك ستجدين حريتك وستجدين يعني كل ما تريدينه. وبالنسبة أيضا للرجل اليوم ما ولاش يختار يعني الزوجة الصالحة، يقولك يعني خير أم لولدك قبل ما تخير يعني زوجة ليك، فأصبح الآن همه كامل أنه يجري وراء الجمال من أجل ممكن أن يروح يسافر برا ويعيش يعني في بلد أجنبي يحقق له ما يريده، في حين أنه في وطنه وفي بلده الأم يعني لم يسعى من أجل تطوير نفسه وذاته. يتعدى أيضا الأمر يعني ماشي فقط نقول انه الوقت فقط، لكن حتى في المكان، هناك زواج اجنبيات، وانا كنت تحدثت معك استاذ من قبل انه قلت حتى انه هناك الزواج بمن لهم ثقافه وعاده اخرى، مثلا كأن تتزوج الجزائريه بمصري او تتزوج الجزائريه بتركي، كانوا من دين واحد ولكن الثقافه والبيئه مختلفه، ولكن الثقافه تختلف، وهذا سيؤثر كثيرا. هناك قصص كثيره يعني خلات النساء يروحوا ثم وللاسف يلقوا رواحهم متشردين، يلقوا رواحهم بلا ماوى او ضحيه للغدر وما الى غير ذلك للاسف. نعم طبعا هي كثيره هي الاسباب بالنسبه لهذا
الزواج لا يمكن حصرها ربما في هذه الجلسة، وفيه قصص قد تتشابه نعم. في تفاصيلها وقد تختلف، ولكن المؤدى واحد أن ذلك الزواج قد تصيبه بعض الانشقاقات وتختم كذلك القصة بالفشل. نسأل الله السلامة لكل واحد منا. طبعا أستاذنا تحدثنا على هذه الجزئية التي ذكرتها في مقدمتك في مسألة زواج بالكتابية، لماذا ربما الإسلام سامح بمثل هذا الزواج؟ المسلم يمكن أن يتزوج بكتابية. والأستاذ الآن أشارت إلى قضية هذه البنت التي تحمل مثلا حقيبتها وتروح على أساس أنها تريد السعادة هناك وتريد شيء من الحرية، وتظن أن ما شاهدته في المسلسلات والأفلام ستجده حقيقة في الواقع، أو ما شاهدته في المواقع تجده في الواقع. هذا إذا سحبناه أيضا إلى قضية يعني مغايرة الدين، دين الزوجة لدين الزوج، نجد أن الإسلام مثلا راعى هذا الأمر إلى أبعد الحدود، فأباح للزوج أن يتزوج بالكتابية. هذا الزوج المسلم أباح له أن يتزوج بامرأة كتابية. الكتابية قد تكون يهودية أو نصرانية، وهي على ملة سيدنا موسى أو سيدنا عيسى عليهم السلام. لماذا؟ لأن هذا الرجل المسلم لما يكون مثلا مع هذه الزوجة هي تؤمن بموسى، هذا الزوج يؤمن بموسى عليه السلام أيضا، فالقوامة عند هذا الرجل مثلا هو الذي يسير مثلا في هذه الدار، فهو يحترم دينها ويعطيها حريتها، والشرع أباح لها حتى أن تبقى على دينها. نعم الزوج يسعى من أجل هدايتها إلى ما يؤمن به هو، إلى الدين الحق الذي هو الإسلام، إلى رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن تؤمن بالرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يمكن أن يسب لها مثلا موسى عليه السلام، لا يمكن أن يشتم لها عيسى عليه السلام. لكن لك أن تتخيل العكس، مثلا هذا الرجل هو من أهل الكتاب، يهودي أو نصراني، وتزوج بامرأة مسلمة وهي تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذا شتم لها محمد عليه الصلاة والسلام هل يجوز له أن تبقى عنده؟ هل يجوز لها، هل يبيح لها، هل يسمح لها مثلا بأن تمارس مثلا شعائرها وغير ذلك؟ الإسلام لما أباح قال للزوج أنت أردت أن تتزوج بهذه الكتابية احترمها كما هي، حتى وإن كان هذا الدين محرف، حتى وإن كان، لأنه الآن حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن اليهودية والنصرانية محرفة؟ لما نزلت الآيات الكريمة تبيح للرجل المسلم أن يأكل من طعام أهل الكتاب ومن المحصنات، بشرط اشترط الإسلام المحصنات من أهل الكتاب. ما معنى المحصنة؟ بمعنى تلك المرأة التي لا تمارس الفاحشة، ولذلك ربي عز وجل قال في الآية الكريمة الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بمعنى هذه المرأة حتى وإن قالت بأنها كتابية من اليهود أو من النصارى وذلك، ولكنها لم تكن عفيفة وطاهرة، لا يجوز للإنسان المسلم أن يتزوج بها. فاشترط أن تكون هذه المرأة محصنة بعيدة عن الفواحش، واشترط أن تكون من أهل الكتاب، رغم أن الفقهاء تكلموا كثيرا في هذا. يعني زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما كثرت الفتوحات منع المسلمين ومنع الجيش المسلم أن يتزوج من الكتابيات. لماذا؟ قال إذا كان كل هؤلاء يتزوجوا بغير المسلمات فمن يتزوج بالمرأة المسلمة؟ ولذلك جعل الفقهاء أيضا هنا شروط حددها الإسلام، من بينها ألا يترتب مثلا على هذا الزواج ضياع للأخت المسلمة وللبنت المسلمة وللمرأة المسلمة، أن يكون هذا أيضا هذا الزوج قادر وعنده أمل كبير باش وليداته يخرجوا الدين وهو يخرجوا مسلمين. بمعنى إذا كان يتزوج بوحدة يهودية ونصرانية وبعد وليداته يخرجوا يهود ونصارى، يحاسبه الله على ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يحافظ على دين أبنائه هذه مشكلة. إذا كان هذا الإنسان أيضا
ما هوش ضامن باللي يودي يحترمها ولا يهينها، لأنه حتى وخالفته في الدين الإسلام يفرض عليه أن يحترمها، ألا يهينها، ألا يضطهدها. لكن هذا لا يمكن أن يتحقق في الجهة المعاكسة، لا يمكن لهذه المرأة المسلمة حتى وإن كانت ما نشعر في أي حضارة لليوم، رانا نشوفه في العالم اليوم، مهما كانت راح تكون ضعيفة أمام ذلك الرجل. وهذا الذي تعاني منه مثلا نلاحظه كثير في هذا الزواج المختلط، هذيك الجزائريه اللي تروح مسكينه مانيش عارف واقيل قالت تروح لفرنسا وتزوج بواحد فرنسي، وفي بعض الحالات هم يتجاوزوا حتى حدود الشرع. صح استاذنا، في هذه المساله مساله ضعف المراه وقله حيلتها، الا ترى انه في القانون الوضعي بالنسبه مثلا للاوروبيين لما الجزائري يتزوج باوروبيه فيعامل على اساس هذاك القانون الوضعي، والقانون الوضعي يتيح لتلك الزوجة ما يتيح له إن كان مواطنا من تلك من ذلك البلد، فهنا نفقد هذه السيطرة أو قوامة الرجل على المرأة. هذا نظريا، هذا المفهوم، هذا نظريا حتى لا نفرق يعني بين أن المرأة تقدير والرجل هذا نظريا يقدر أو العكس. هذا نظريا، في الواقع في القانون في الواقع الآن شيء آخر. الواقع الآن لو يبحث أستاذ لمين على كثير من الجزائريات اللاتي تزوجن بواحد فرنسي أو واحد أمريكي أو واحد ألماني وراح تلهيك ودات القفة تاعها كما قالت وراح وذهبت إلى فرنسا، ولا يأخذ لها أولادها ويدي لها بناتها ويخليها مسكين هايمة. نفس الشيء يحدث مع الجزائري نفس إن كانت المرأة أوروبية مثلا أو أجنبية، لكن بالنسبة لديننا نحن لا يجوز له. بمعنى هذا الرجل هو مسلم، هذه المرأة ما أيضا أولادها لا بد أن مهما كانت هذه المرأة على أي دين كانت يبقى ينفق على أولاده ويحسن إلى أولاده، ولا بد أن يربي أولاده التربية الصحيحة. وهي إذا كانت لها الحضانة، إذا احنا مثلا عندنا لما يسرى مثلا انفصال بين الزوجين في مدة معينة لهذا الأولاد لما يكونوا صغار وتكون المرأة مثلا عندها الأهلية باش تربي هذا الأولاد، يولي الزوج ينفق على هذا الأولاد، ولا بد أن يوفر لهذيك المرأة وين تحضن أولادها ولغدالك، وهذه لا بد أن تكون. فإذا جينا إلى الواقع لما نقولوا باللي مثلا الان هو القانون يقول باللي المراه ولها حق وذلك، الى امرين. الحاجه الاولى قضيه الامر التعبدي ما دام هذا الانسان مسلم، والامر الثاني القضيه الواقعيه. الامر التعبدي هاي المراه هذه ربي سبحانه وتعالى قالها باللي انت ما يجوز لكش تزوجي بواحد على غير الاسلام، فاذا راحت هذه وتزوجت بدايه هذا اصلا راهي ترتكب في حرام، دي الحاجة الأولى. الأمر الثاني من بعد الواقع الآن اللي راه ملاحظ، هذه اللي خلات مثلا باباها ويماها وراحت تزوجت ودات القفة تاعها وغدوة رماها هذاك الرجل، هي لم تحترم لا الزواج بالكيفية الإسلامية ولم تحترم أيضا وليها اللي هو تبرأ منها من الأول، من يدافع عنها بعدها؟ هاي تبقى مرمية في الشوارع ومرمية في عواصم الدول الأخرى، وبالتالي أغضبت ربي عز وجل وزادت مسكينة راح ضحية هذا الأمر اللي كانت تكلم عليه الأستاذة، على أساس كانت تبغي حياة طيبة ولا حياة كريمة ولا يشوف الحضارة الغربية قدر غدوة تروح وتنال شيء من الحرية وشيء من المكانة. وهذه كما قالت الأستاذة عندها عدة أسباب، يعني كاين اسباب موضوعيه ربما بالك ما صابش زوج وما عندها الزوج وذلك، وكاين اسباب اخرى هي التاثر باش تتكلم بهذيك الافلام والمسلسلات، وايضا دخول كثير من الشركات الان للبلدان العربيه والاسلاميه بما فيها الجزائر، وهذه طرحت كاين الانفتاح الثقافي والانفتاح الوسائط الاخرى ايضا اطار العولمه والثقافات صارت عابره للحدود، بل كثير من بنات الوطن العربي خاصة في بعض الدول أصبحنا يفضلنا الزواج بالأجنبي على 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 ابن البلد، لأنها تشوف اللي واقيل يمكن تفتح لها آفاق لا يمكن أن تفتح لها إذا تزوجت بابن بلدها. الحقيقة مغايرة. نعم. بارك الله فيك أستاذنا. أستاذة مريم، يعني لو دخلنا إلى عقل أو نفسية ذلك الشاب
المقبل على الزواج، احنا نتحدث على إن كان جزائريا، يعني ما هي الملابسات التي تجعله يقبل على مثل هذه الخطوة؟ لا يحسب العواقب، ربما يكون عنده قناعات معينة ثم تتغير، ما الذي يجعله يقدم؟ وربما يشوف فشل تاع ناس واحد اخرين، يسمع بحكايات من هنا ومن هناك، ربما في اقارب مروا عن تجربه مماثله ولكن تبقى الفكره تراوده. طيب اذا قلنا مثلا الجمال ماهيش سبب اللي ممكن راهي واضحه او اللي صح نقدروا نقولوا انه الشاب يعني يهرع للزواج بمثلا الجميلات كما كان يروج له، انه الرجل يقول لك انا نديها اوروبيه حسنها كذا ذات صفات كذا كذا، يعني احسن من اني نديها بنت بلدي. لكن الان اصبح الامر انه الشاب يريد الزواج من اجل الخلاص، من اجل الخلاص من هذا الوطن، يعني يقول لك انا نروح نسافر نتزوج، المبعث مادي. نعم مبعث مادي، يروح يتزوج بأوروبية، مبعث مادي، وهناك أيضا مبعث معنوي. يتزوج بهذيك الأوروبية ممكن تخدم له الأوراق فيما بعد، سيكمل هذا الزواج أو سيطلق وراح يتراجع، يعني لا ندري، على حسب هدف كل شاب من هذا الزواج. كاين اللي يروح لثما ويأسس عائلة ويتزوج بوحدة أجنبية ويجيب معها أولاد ويبقى معها، لكن فيما بعد راح تكون كاينه هناك مشاكل كثيره ربما سنتحدث عنها فيما بعد. هناك ايضا المبعث المعنوي، الان الشاب تلقاه خلاص يائس في هذا البلد، يقول لك انا ما نديش بنت بلادي، انا ما نديش بنت حومتي، خلاص ما ولاتش تفي بالغرض، وخصوصا ما نراه الان في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواقع ايضا، ولا يروج لنا لصوره الزواج او يروج للزواج على انه زواج بشي مليح. صراحه الاستاذ لامين، الان لو نروحوا ننزلوا للشارع ونحكيوا مع الشباب ونسقسيوهم على الزواج، وش رايك في الزواج؟ هل راك حاب تتزوج؟ يقول لك لا اخطيني، انا ما رانيش حاب نتزوج، وش من زواج راك تحكي عليه؟ زواج راح وراهي بنت الفاميليا اللي ترضى بيا، خلاص النساء راهم ولاو يحوسوا على المال، راهم ولاو يحوسوا على اللي عنده الماديات، فهذا جعله يهرب، يقول لك معليش انايا نروح لهيك نقطع البحر، ولا يروح باي وسيله إن كانت نتزوج باوروبيا نديها من غير الملاذ تاعي ودخلها الاسلام. اذا تحدثي على مساله القابليه لفكره الزواج، ذلك الجزائري الذي يرفض بنت بلده بمواصفات معينه يتنازل عن تلك المواصفات في الضفه الاخرى، بمعنى انه لو اشترط مثلا سنا معينا تجده يتزوج بامراه اكبر منه سنا وربما مطلقه ومعها الاولاد، بمعنى انه فيه واحد انفصام او تفكير ربما غير منطقي في الحالتين. وهذا راجع لعدم كما قلت عدم فهم الزواج، لانه علاش يقول لك انا كي نروح نتزوج بوحده اجنبيه حتريحني في راسي، مش راح نصيب مشاكل، مش راح نصيب تلك العراقيل كي نتزوج مع وحده جزائريه، خلينا المغريات الماديه اللي راح يلقاها ثم بزواجه بهذه الاجنبيه، لكن يقول لك انا اذا تزوجت بالجزائريه وبنت بلدي ومن نفس المله وما رحمتنيش، هذا هو واقع الشباب هكا يتحدث، يقول لك ماهمش يرحمونا دوك حنا بنات بلادنا، راهم يدومونديو في حاجه اكثر من طاقتنا. نحن كشباب جزائري ما راناش قادرين نوفروا لك كل ذلك العيش الذي تريدينه، يقول لك انا نروح الاجنبيه حتى لو كانت تكبرني سدا، وهذا اللي راه منتشر، انا نشوفه بزاف شباب جزائريين راحوا تزوجوا، يعني شاب 20 سنه 25 تزوج بوحده 70 60 سنه، هل الحب اللي خلاه يرتبط بهذه؟ اكيد لا، هل الجمال؟ اكيد هناك امور اخرى قدمت له يعني خلاته يستسيغ هذا الارتباط، ويقول لك هو النافذه او هو الباب يعني اللي تدخل به الى الحياه اللي راه حابها. معناه انه الجانب المادي وغلاء المهور ربما قد يكون سببا خارجيا ان صح التعبير يدفع الشباب الى مثل هذا التفكير. نعم، وكاين ايضا الجانب المعنوي ذكرته في البدايه هي التربيه، يعني هناك شباب احنا لا منلوموش الشباب في كل شيء، يقول لك الشباب شباب انتم راكم غير طايحين علينا. كاين الشاب علاش يلجا لهذا الزواج بالاجنبيات، او حتى الشابه لما تروح تتزوج بزوج مثلا اجنبي، تقدر تكون هربت من الظروف اللي تلقاتها في اسرتها، وحده مثلا كمثال، وحده كانت عايشه مع الاب والام يعني حياه عاديه في سلام وطمانينه، بعد غد توفى الوالد تاعها، صابت روحها انه يمها راهي عايشه مع زوج اخر، تزوجت والزوج
طردها من المنزل، فتلك الفتاة القات روحها وين؟ قات روحها في الشارع. فهي مضطرة إلى ماذا؟ إلى أن تخلص نفسها. وكاين بزاف اللي نصحوهم اللي راحوا للطريق هذا تاع يتزوجوا بالأجنبية، القصص كثيرة اللي راهي موجودة أستاذ لمينك طالعت عليها، يروحوا يتزوجوا بأجنبيين يطلعوا ثم. علاش؟ لأنه لا غالب الظروف حتمت عليهم ذلك. يعني إذا تحدثنا على الظروف القاهرة ممكن الشيخ يعني أيضا راح يفيدنا في هذا الموضوع. وكاين اللي يروح إرادة منه وروح بذلك، يعني توفرت أو الشروط أم لا، أم لم تتوفر، هو راهو حب يروح يتزوج بأجنبية، حب يخلص روحه من هذه البلاد. وأحيانا يتحول الأمر إلى إثبات ذات، إثبات وربما ذات. إلى موضة، إلى نعم. محاكاة للآخرين، نعم. وربما الظروف التي يعيشها فلان وعلان هي متشابهة ولكن الاستجابة تختلف، نعم. فأحدهم يفضل زواج بأجنبية، الآخر يرفض، وهذه تعتبر كذلك من القناعات المتغيرة إن صح التعبير. فيه ربما أستاذنا شباب في البداية كان بفكرة الشاب الذي يطمح إلى ربما أمور مادية إلى غير ذلك من الأمور، ثم يتبين له بعد سنوات من الزواج أنه أخطأ، نعم. وهذا إشكال كبير، ثم تقع عليه تداعيات كبيرة عليه شخصيا، على الزوجة الأخرى، وكذلك إن كان فيه أولاد. وهذا اللي يأكد ما قالته الأستاذة في قضية ما هو الهدف من الزواج. الإشكالية لما يغيب الهدف من الزواج يولي الزواج يولي تسوية وضعية. يعني هذه البنت اللي أشرت إليها، لما مثلا سواء كان هناك انفصال بين الأبوين أو أنه مثلا أحد أو طلاق ولا وفاة الوالد أو ذلك، وجدت البنت هذه مثلا وحدها، لماذا مثلا اختارت هذا الزواج؟ اختارته على أساس تسوية وضعية، كما أن ذلك الشاب الذي مثلا ينتقل من الجزائر إلى بلد أوروبي مثلا وهو في عمره 25 سنة ويتزوج بواحدة 70 سنة، هذه تسوية وضعية اجتماعية، بمعنى أنه يريد الآن الحصول على وثائق. الزواج للزواج، لا 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 مستحيل، إنما الآن وسيلة. يريد على أساس أنه باش يتحصل مثلا على إقامة، يتحصل بعد ذلك ربما. شيخنا خليني فقط ندي الاتصال هذا، نعم، حتى لا نطيل على المتصلة، وأشير للمشاهدين أننا نسعد باستقبال مكالماتهم في موضوع اليوم عن الزيجات المختلطة. معنا أول اتصال لأم روضة، إن كنت سمعت الاسم جيدا، من المسيلة. مرحبا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ لمين جبير. الحمد لله، في نعمة، تفضلي. إن قطعت المكالمة ربما الراس يفتحها كان غير كافي أستاذ. إن شاء الله تعيد الاتصال بنا. لما يتحول الزواج من هذا الهدف أنه يربي أسرة ويكون أسرة وإن شاء الله بإذن الله يولي عنده. شيخنا زيد نقطعك، تفضل أستاذ. أبو محمد من المعسكر، مرحبا أبو محمد، السلام عليكم، اسمح لي أستاذ. أبو محمد، نعم، موالفين نطولوا عليك. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. نعم، الحمد لله، الحمد لله يا رب، تفضلي. السلام على معلمينا في هذه الأمسية، الأستاذ أستاذنا بالعالي والأستاذة الكريمة الأستاذة مريم. والموضوع على كل حال ابن يمين، كما نعلم موضوع ذو شجون، والله لو كان نرجع 20 عام لقبل ما كنا نظن أن هذا ما يحدث في أبنائنا وفي شبابنا وشاباتنا يقع صراحة. يعني والله الإنسان كيبقى مع نفسه، ولدي يكاد يصعق، واحد الإحباط راه يصيبنا ولدي عندما نسمع ما نسمع الآن، نسمع ونشاهد، يعني قريب أو بعيد أو أبعد أو أقرب إلى غير ذلك. كانت أستاذة في بداية الحصة موفقة، ما ذكرت واحد النقطة، قالت لك الموضوع المسكوت عنه، فعلا موضوع مسكوت عنه رغم خطورته ورغم يعني مآلاته ورغم ما 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 بيؤدي إليه، يعني لا يحمد عقباه. يعني عندما نرى هذه الزيجات ابن يمين، يعني هذه الزيجات الفوضوية إن صح التعبير، لأن هذه فقط احنا دائما ننظر واحد الحول لواحد لواحد الشيء، هو يعني من أراد الزواج الفعلي الحقيقي هذا معروف، وسنرى معانا على كل حال، ونحن لا نتجاوز الحدود، وسنت أعلم بذلك. من أراد الزواج الحقيقي فعلا يعني يتزوج هنا، به ما كان ولدي يمين، به ما كان، ويرضى به ما كان،
لكن هي الدنيا ولدي، هي درك القيم تغيرت، القيم تغيرت. يعني هل كنا نسمع قبل 20 عام بنت تحرق في القارب ولدي، بنت تركب وتحرق في وتروح تمشي في القارب؟ علاه كان نحسن وضعيتي؟ يعني هل في ماهيش ما لا تستطيع ان تحسن؟ نحن لا نقول كلاما هكذا، يعني انا استسمح الناس ربما يسمعني واحد دروك يقول لك بالك يا راهي، يعني راه كما قال لك اللي يده في الماء مش كما اللي يده. لا لا، كلنا يعني كلنا دروك رانا في الهم سوا، كلنا رانا كما قال لك نجاهدوا هذه المجاهده في هذا الزمن الرديء هذا كما قال لك، ولا ابو بكر له، يعني زمن رد ابن يمين، يعني في كل ميادين، في هذا الزواج، في كذا في كذا، ما عادتش يعني إيه شاب في ريعان الشباب. وحنا كي نرجعوا للتاريخ الاسلامي، كيفاش سيدنا اسامه بن زيد يعني كان قائد جيش وفي 17 عام، تشوف دروك ابن مول 20 عام ولدي يروح مثلا البلد اجنبي يتزوج مع وحده عندها 70 عام، هل هذا من اجل الزواج؟ ابدا ابدا، وانما هي الدنيا ولدي اللي هلكت وجعلت الانسان يتجاوز الحدود والخطوط الحمراء في كل مسائل مع الزواج. لان الزواج الان صوروه على انه اقامه حفله بحلويات والالبسه والمعرض وكذا وكذا وكذا، فسئم بعض الشباب هذا يقول لك انا عندي شروط كثيره. اما الشاب العاقل اللي كما قال الاساتذه الان، الذي نشا تنشئه سليمه صحيحه، نسال الله عز وجل ان يوفقنا في ان ننشئ ابنائنا كذلك، فلا اعتقد انه يذهب يتزوج معه. وسمعنا يعني يا يمين، هي شكون وش هو اللي عز العزيز؟ ان عندما يتزوجوا نكمل ونختم بهذه اللي غيبتنا ولدي، هذه اللي المتنا، هذه اللي ذبحتنا بين قوسين، واسمح لي بهذا التعبير، يعني يتزوجوا ومن بعد يخلي للمراه هذيك اللي ربما سوى معها الوضعيه ويمشي ويخلي بناته واولاده في ذلك المكان، لا دين لا مله. ها بربكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قوا انفسكم نار الاخره ولدي، ما كانش لدينا حسابها، ما كانش لدينا حسابها، قال الان فقط الدنيا نعيش الدنيا، حاب نعيش الدنيا وخلاص. على كل حال حتى لا اطيل ولدي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نسال الله العفو والعافيه ولدي والسلامه، والله يهدي وليداتنا ويهدي وبنياتنا ما شاء الله يا ربي، وان شاء الله يعاوننا في تربيتهم. امين بارك الله فيكم. محمد اتصال اخر. الان محمد من تسمسيلت، هكذا محمد السلام عليكم. ما فيش محمد، فقدنا الاتصال بمحمد، ان شاء الله يعيد الاتصال بنا. تقريبا نفس القناعه التي كنا نتحدث، نعم اكيد نفس الفكره التي كنا نتحدث عنها في مساله القناعه وتغيرها، سواء بالنسبه للشاب في حد ذاته او بالنسبه للاجيال مقارنه جيلا بجيل. وهذا الذي في حق صدقه الواقع، يعني احنا قبل مثلا سنوات كان دائما الذي يتزوج بالأجنبية هو الرجل الجزائري ولا الرجل المسلم ولا ذلك، يذهب هروبا في بعض الحالات من واقعه، يعني سواء هو الآن لمشاكل معينة مثلا ما استطاعش باش يتحصل عليها مثلا داخل البلد، يفكر يقول أنا مثلا لابد أن أذهب إلى الضفة الأخرى من أجل الحصول مثلا على على عمل، من أجل الحصول مثلا على حياة رفاهية وغير ذلك، فتفكير هذا يدفعه إلى الهجرة ومحاولة الزواج مثلا بامرأة أجنبية، لا لشيء كما قالت الأستاذة، الشيء الوحيد هو تسوية وضعيته. هذه التسوية الوضعية اللي خلت كما قال هذاك الأخ، لما واحد الشاب تزوج بوحدة أوروبية كبيرة فقالت له نهبط معك للبلاد، جات في المطار عثرت طاحت، فالشباب ينظروا لي قالوا له احمل الوثائق نتاعك راهم سقطوا، فكان التفسير الوحيد الذي رآه حتى اولئك الشباب، يعني هم فهموا بعضهم على اساس ان الدافع الى ذلك ولا تفسير لي. الان ما هي الاشياء اللي خلات هذا الشاب يعني يفكر هذا التفكير؟ هنا قلنا هناك اشياء موضوعيه لابد من علاجها، يعني هذا الشاب اللي مسكين في بعض الحالات يصل 30 سنه و35 سنه و40 سنه و45 سنه ولا يستطيع بناء اسره مثلا في في في, في بلاده، هذا ما الذي تطلب منه؟ يعني اكيد راح يفكر في ان يهجر لذلك، فاول حاجه يعني يمكن التركيز عليها هو اعاده مفهوم الزواج،
فهم الزواج أن الإنسان الآن هو يريد الزواج، نعم هو يريد أن يعف نفسه، يريد أن يبني مثلا دار، يريد أن يكون أسرة، لكنك أنت تعبد الله، لكنك أنت إن شاء الله بإذن الله ترزق أولاد. الأستاذة الآن أشارت إلى أنه لما يروح يتزوج بوحدة ومن بعد يترك هذوك الأولاد، أيظن هذا الإنسان أن ربي مش راح يحاسب على هذوك الأولاد اللي راحوا مثلا وضاعوا، وضاع دينهم وضاع مستقبلهم، وربما كانوا معاولة هدم في 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 البشرية. هذا الإنسان لازم يستحضر هذا. فأول خطوة لا بد منها وهو إعادة مفهوم الزواج لشبابنا ولأبنائنا ولإخواننا، بعدها نشوفه الآن هذا المفهوم لأنه ترسخ، ولات أيضا حتى البنت، حتى البنت المسلمة في كثير من الحالات راهم بناتنا ومسلمات ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتروح مسكينة وتهرب من دارها وتروح تتزوج برجل وقد يخالفها دينا وعرفا وتقاليد وأخلاقا كذلك. نعم، فهذا يؤكد لنا باللي الباعث على هذا الزواج في كثير من الحالات هو تسوية وضعية. قادر في بعض الحالات أن تكون هناك شيء من المغالطات أو شيء من ربما طمح هذاك الشاب، وهذا الذي يحدث مع بعض مثلا المسلمين، نذكرش على غير المسلمين، شاب مثلا جاء بسبب مثلا ظروف معينة في بلده، ولا جاء إلى الجزائر مثلا يعمل في مؤسسات معينة، فهذه الجزائرية في كثير من الحالات يروحوا ويتزوجوا بهذا، وفي بعض الحالات بدون مثلا عقد مدني. تلاحظ الآن مثلا هما كنا نجدها مثلا خاصة مع غير المسلمين الذين يعلنون إسلامهم، هذا إشكال أستاذنا. هنا مثلا كاين واحد المسار قانوني، هذا المسار القانوني هما يديروا حماية لهذه البنت، لكن هذه البنت تتسرع. الرجل هذا مثلا يعلن إسلامه لابد يمر على واحد المراحل معينة، ومن بعد يحدث شيء من التحقق منه، ومن بعد الرخصة هذيك باش تجي تخرج من الولاية باش على أساس باش يديروا العقد. هي واش دير؟ هي مباشرة تروح وتقول لك خلاص الإنسان هذا راهو مسلم، وتقيم العرس. أنا نتكلم على أخواتنا اللي ما زلنا يؤمننا بأنها لا يجوز لها الزواج بغير المسلم وتقع في هذا. من بعد أستاذ لما يحدث شيء من الاختلاف حتى شكلا الدعوة نتاعها غير مقبولة أمام القضاء، كيفاش راح تجيب مثلا ذي حقوقها مع رجل أجنبي اليوم راهو عامل هنايا، غدا تنتهي مثلا المدة تاع العمل نتاعو، يروح ويخليها، وبالتالي لا تستطيع. وهذه اللي صبناها مع كثير من أخواتنا، خلالها الأولاد وفي بعض الحالات أنكر باللي حتى تزوج بها، وبعد الأولاد هذوك مساكن حتى نسبتهم لأبيهم في الوثائق والغدالك غير موجود، وبالتالي لاحظ التداعيات هذا الأمر. ربما هي أرادت في الأول كما قلت أنت، هي في الأول شاف باللي يمكن هذا الزواج، ولا هي شافت باللي يمكن زواج، لكن بعدها تداعيات وأصبحت حتى في المكاتب المخصصة مسألة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلم، السؤال الذي يطرح حتى يتحرز من الأشخاص الذين ربما أقدموا على اعتناق الإسلام بغية الزواج من جزائرية، طبعا مسلمة، فيشكوا في أمره لأنه ربما الباعث تاعه ليس الإسلام في حد ذاته وتغيير ديانته الباطلة، وإنما ليسهل مسألة الزواج، وفيها مسألة هو ثاني عنده الآن تسوية وضعية، بمعنى هذا الإنسان أعلن إسلامه من أجل أن يتزوج، ثم يتبين فيما بعد أنه لم يعتنق الإسلام. والمشكلة اللي راه يحدث عندنا أستاذ لامين، وهذا راه موجود عندنا نماذج كثيرة منه، أنه أن هذه البنت الجزائرية لا تنتظر نهاية هذه التحقيقات، وفي بعض الحالات على بالك لما يكون الإنسان مش عارف الواقع مليح يبدأ يلوم حتى في تلك الإجراءات، لماذا هذه الإجراءات، وفي بعض الحالات إنهم يقفون حجر عثرة أمام ما خلوناش نديروا الحلال الإسلام وكذا، ما خلوناش نمشيوا في الحلال ولكن كل هذه الإجراءات هي في الحقيقة حماية لهذه البنت
من اجل ان لا تقع في هذا. فهم لما خلاص الحمد لله تثبت عليه باللي هذا انسان مسلم حقيقه، ما موشي راح يسلم فقط من اجل الزواج. هذا الانسان الحمد لله ليس له مثلا علاقه بجوسسه، ولا علاقه مثلا بانه كان مجرم مثلا في بلده وفر مثلا الى هنا تحت غطاء معين ولا غير ذلك. هذه التحقيقات خلاص خلي تنتهي التحقيقات، لما تنتهي التحقيقات والحمد لله وتاتي رخصه على بركه الله، ولا واحد قال لك هذا الزواج ما تمشيش فيه. حتى اذا كان الحمد لله هو مسلم وهذه الاخت ارادت وتوفرت الشروط، ثم هي تراعي الاشياء الاخرى وتشوف اذا كان يمكن تنجح في هذا الزواج ام لا. اما ان تقدم بدون انتهاء الاجراءات في هذه مغامره ماهيش محموده العواقب. حتى وان كان الزواج مسجلا بطريقه عاديه وقانونيه وقد تقع فيه الاشكالات والمشاكل من هذا النوع. نعم. انت تحدثت على زيجات موثقه مدنيا ويكون في هذا ذلك الاشكال، خصوصا ربما المصيبه الكبرى والاثقل والادهى والامر هي لما يقع تلك النتيجه على الابناء، لا ذنب لهم، زواج من قبيل الزواج المختلط ثم تقع التداعيات عليهم. من المفترض المقبل على مثل هذه الخطوات ينظر الى هذا المآل. نعم استاذ لمين، يعني كما ذكرت الاستاذ يعني في البدايه كان تحدث عن ضروره الاختيار الصحيح والسليم لشريكة الحياة. لما نتحدث من جانب الرجل، يعني الرجل فقط يسأل نفسه هذا السؤال، أنا راح نزوج بمرأة أجنبية، ماذا بعد هذا الزواج؟ وش راح يكون؟ سيكون أطفال، الأطفال ما مآلهم وما مصيرهم؟ أنت على دين وزوجتك على دين، هل هذا الرجل اللي راح واتخذ هذه الخطوة باش يزوج بأجنبية، هل ريح معها في جلسة صراحة وتحدثوا عن ما هي الشروط التي سيضعونها من أجل هذا الزواج؟ يعني أنت راح تتزوج بمرأة من غير دينك وأنت على دين، يعني على ملة، فكيف ستتعامل مع أطفالك يعني في هذا الأمر؟ غدوة ما غدوة قدر الزوجة تاع هذا الرجل المسلم تقول أنا حابة الأولاد يكونوا على ديني، أعلمهم تعاليم وعادات خاصة بديني أنا. هو لا، يقول كيفاش راكي ديري في هذه الحوايج، أنا مسلم ويجب أن تعلمي الأولاد هذه الأمور كذا وكذا وكذا. فشوفوا كي يوصلوا لاتفاق معين يقول لك ما نحدثهمش على مسألة الدين حتى يكبروا ثم يختار أي دين. ناس تسمح لي إجابة أيضا على سؤالك السابق، بمعنى الآن الرجل مثلا هذا المسلم في دولة أوروبية مثلا وهو يريد أن يفرض الإسلام على أولاده، القانون لا يسمح بذلك. وبالتالي قد يؤخذ منه هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأطفال. تخيل معي هذه البنت المسلمة، المرأة المسلمة، وهي تريد أن تربي أولادها مثلا على الإسلام، على الدين الذي هي تراه أنه الحق المطلق وهذا هو الحقيقة. هل يسمح لها هناك مثلا بهذا او لا يسمح لها بذلك؟ ولذلك معناها قضيه الكفر. تفضلي استاذ معذره، هذه لابد من مراعاتها للاخ الذي يريد الزواج وللاخت التي تريد الزواج. يعني استاذ اذا كنا احنا رانا مسلمين وفي بلد مسلم ورانا ولينا يعني نخافوا على اولادنا. يعني اليوم الزوج ولا يخاف على الابن تاعو مما يتلقاه من الشارع، لانه علاش مصادر الان التلقين والتعلم راهي ولات كثيره ومتعدده. نعم التنشئه، على عكس فيما مضى يعني كان الاب والام هم الحاضن، هم حتى باقي المؤسسات كانت حاضره. كانت المؤسسات يعني حاضره اكيد، الحواضن كلها تساهم في نفس الحواضن التربويه. نعم ايضا والدعويه من مجتمع مدني وما الى غير ذلك، وجمعيات كانت حاضره في تنشئه هذا الطفل. اليوم هذا الرجل يجد نفسه يعني ما عندوش الحل صراحة، وش راح يديره في بلد غير بلده؟ وكما ذكر الأستاذ القانون راح يكون ضده، فماذا سيفعل؟ يا إما يترك هذا الأطفال ضحية لعادات وتقاليد ويعني نقدر نقول تغريب فكري وروحي يعني من كل الجوانب، يا إما سيصارع من أجل أن يعني يخلي الأولاد تاعو يعني يلتزمون بدينه. وأيضا من الناحية الأخرى نقول أنه كاين أطفال راح يتشردوا، ما نحكم من الجانب الديني، هناك أطفال يتشردوا خصوصا مثلا المرأة إذا كان فيه الانفصال الوضعية تاعهم إذا ما كانتش يعني ما تسوتش يعني من الناحية القانونية والإدارية، كيف سيكون مآل هذا الأطفال؟ راهم بدون أوراق والمجتمع الآن لا يرحم. ف
فكيف ستكون وضعية هذا الطفل يعني من الناحية النفسية؟ كيف سيواجه المجتمع؟ راه في بلد غريب لا يعرف من هو وابن من، حتى وإن كان يعني أكيد الأب راه موجود والأم أيضا موجودة، ولكن في انعدام التسويات هذه الوضعية فراح يكون الأمر صعيب جدا على الأطفال، وهم يعني في الأخير هم الضحية صح. الأولى والأخيرة في هذه الزيجات الأجنبية. الله يبارك فيك أستاذة مريم. أستاذ محمد، يعني ربما يقول لك إن زوج بأجنبية وأتاح للإسلام ذلك، ولما شاف الإسلام أنه لا ضرر فيها فأتاحها، ماذا يعني الإنسان يتكلم في هذا الجانب الذي فصلت فيه الشريعة؟ والإشكال من يتكلم بهذا ربما يدوب تصحيح ربما الفاتحة تاعو لما يقرأها. أكيد. شوف، إذا نظرنا من ناحية الإسلام، يعني مدام هذا الأخ يقول لماذا مدام الإسلام أباح، ولو كان فيه ضرر كان منعه. الإسلام أباح أكيد، لكن لمن أباح هذا الإسلام؟ أباح لذلك الرجل المسلم الذي بإذن الله عز وجل متأكد وعنده القدرة إن شاء الله بإذن الله، وعنده عنده عنده كل المؤهلات، عنده جهاز مناعة قوي كذلك. مشي هذا الإنسان الذي يذهب، احنا رانا نشوفه ونحن نتكلموا على الجوانب السلبية في هذا الزواج. ممكن واحد تزوج بوحدة ألمانية ودخلها في الإسلام وعنده أولاد ما شاء الله الحمد لله موجود هذا، وممكن واحد تزوج بوحدة أمريكية ولا تزوج بوحدة فرنسية وأيضا بلك هي راهي ما زالت على ملتها والحمد لله وليداتهم ربيهم الغدر. لكن كم هذا أستاذ؟ وإحنا دائما نقول الاستثناء في الحقيقة يؤكد القاعدة. الآن لما يولي هذا الإنسان يفقد حتى هو دينه، ولا هذه الأخت تفقد دينها، يعني هي راح تتزوجت بواحد بلك هذاك الزواج كان سبب في تخليها هي عن إسلامها، أو ذاك الشاب ذاك الرجل بلك مشي كانت له القدرة على تربية أولاده، أولاده كما قالت الأستاذة تشردوا وراحوا وتربوا على غير الإسلام، وهو في النهاية أيضا أصبح لا علاقة له بدينه وبإسلامه. فلما نحتكم إلى الإسلام لابد أن نمشي على هدي الإسلام. الإسلام أباح للرجل هذا أن يتزوج بالمحصنة الكتابية، ما قلنا والو. العقد هذاك أستاذ في البداية صحيح لازم يكون عقد صحيح، مشي تروح تدير عقد انت يا في كنيسة ولا في بلاصة أخرى على غير هدي الإسلام، يكون هذا الإنسان أيضا له القدرة بإذن الله عز وجل على تربية أولاده على تنشئتهم التنشئة الصحيحة. صح. إذا كان هذا الإنسان الحمد لله هو فاهم هذا الهدف وعارب اللي يودي الزواج هذا ما كان الزواج مصلحة، اختيار اختار هذا المرأة بناء على معطيات معينة الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك عنده هذا المؤهلات باش يقدر يحافظ على هذه الأسرة، نقول له مبروك عليك. لكن إذا لم يكن يملك هذه الأشياء أو كان الدافع إلى الزواج أمر آخر غير ما أراده الإسلام، هنا شيء آخر. نأسف لذلك ونأسف لأنه الزمن مرة سريعا معكما في برنامج مفاتيح. بارك الله فيك أستاذ محمد على ما قدمته. أستاذة مريم شكرا لك على ما قدمتيه. بارك الله فيك. شاكر لكم مشاهدين الأفاضل بقاءكم معنا ومتابعتكم لنقاشنا حول الزيجات تحت المجال الزواج المختلط في برنامج مفاتيح. طابت أوقاتكم مع باقي البرامج. السلام عليكم.